أهلا بحضراتكم. أسعار الذهب بتواصل الارتفاع في نهاية التعاملات المسائية اليوم، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شيوعا وانتشارا في سوق الذهب المصرية نحو 1830 جنيه في مستوى قياسي جديد، مرتفعا بنحو 180 جنيه مقارنة بما كان عليه مساء الأحد. أيضا قفز سعر جرام الذهب عيار 24 إلى فوق مستوى 2000 جنيه لأول مرة في تاريخه خلال تعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم إلى مستوى 2091 جنيه. على العموم تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم، ومنورنا في تلفزيون يوم السبت. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الناس مش فاهمه ليه القفزات السريعه اللي بتحدث في اسعار الذهب خلال الوقت القصير دوت، وهل ما يتم تداوله هي اسعار حقيقيه بالفعل؟ بكل تاكيد هي اسعار حقيقيه بدليل التداول عليها ما بين الشراء والبيع. وبالفعل هي قفزت قفزات غير عاديه وغير مسبوقه، لانه حجم الطلب على سبائك الذهب اصبح متزايد بطريقه مرتفعه جدا، ومما يعجز عنه العرض بما يوازي حجم الطلب. طيب احنا شفنا على صفحات التواصل الاجتماعي اخبار عن بعض تجار الذهب اعلنوا وقف البيع بسبب عدم استقرار الاسعار، هل الكلام ده مظبوط؟ ولو صحيح هل تم وقف البيع؟ وهل ده في صالح استقرار الاوضاع ولا هيؤثر بالسلب؟ ده بكل تاكيد الخبر غير صحيح. هو بيحصل شويه يعني عدم استقرار او عدم استبيان السعر الحقيقي المتداول. هو ده اللي ممكن يكون يعني شابه في انه الناس مش عارفه تشتغل ازاي او بتعمل سعر، لكن العمل مستمر والسوق مفتوح وحركات البيع والشراء شغاله بصوره طبيعيه جدا. بعض الناس بترى ان هناك تلاعب او قد يكون هناك تلاعب ومضاربات واحتقار في السلعه، والغرض من دوت هو رفع الاسعار. هل النظريه ديت سليمه ولا الكلام ده غير صحيح؟ الكلام ده غير دقيق بالفعل. مفيش حد هيسعى لكده اطلاقا، لانه في طالما في سعر للبيع وسعر للشراء اصبح سعر متداول وسعر متعارف عليه. القفزات اللي بتحصل بالزياده نتيجه للطلبات اللي هي اللامحدوده نسبيا او اللي مرتفعه جدا هي اللي خلقت نوع من الارتفاعات دي المتتاليه اللي كل شويه والثانيه بيزيد بمبالغ مرتفعه. طيب ده لان المعروض او المتاح في الاسواق ضعيف او قليل اقل بكثير من الكم المعروض للبيع في السوق. تمام. وده لانه ظهرت يعني ايه زي فئات جديده النهارده دخلت على الذهب بتشتري كميات كبيره من الذهب. طيب احنا بنشوف عيار 24 لأول مرة في التاريخ بيتجاوز حاجز ال 2000 جنيه النهارده، هل عيار 21 واللي هو بيقترب أيضا من إن هو يكسر حاجز ال 1900 جنيه وهو الأكثر شيوعا وانتشارا في مصر ممكن يوصل لل 2000 أو يتخطى هذا الرقم في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة نتيجة طبعا عدم الاستقرار الذي بيشهده السوق خلال الفترة الأخيرة؟ بص احنا ما بنقدرش نتكهن ببكرة ممكن يحصل إيه. بدليل لأنه هو دلوقتي في طلب متزايد. طب هل الطلب ده هيستمر بكره وبعده والاسابيع القادمه؟ لو استمر بهذه الوتيره احنا ممكن هنشوف اسعار برضه قياسيه اخرى. لكن لو انعكس وقل الطلب واصبحت في معروض للبيع، في ناس ممكن تكون كذبت وحاولت تبيع بالاسعار المرتفعه دي، العمليه هتتوازن وممكن ناس هتبقى استقرار، ممكن ناس انخفاض. فدي مع يعني التكهن بالسعر واتجاهاته ده متوقف على العرض والطلب هيبقى شكله ازاي في الوقت اللي جاي. طيب من واقع خبره حضرتك ودراستك للسوق، السوق الخاص متعلق بالذهب، هل الفتره المقبله هتشهد يعني اللي عنده ذهب هيرجع يبيعه ولا هتستمر عمليات الشراء وبالتالي ارتفاع الاسعار يوم عن التاني؟
ما خلينا عمليين شوية. يعني احنا دلوقتي بنواجه عملية طلبات متزايدة. احنا مش بنقيم حالة اسواق عموما او بورصة او ظروف اعتيادية ما بين سعر فايدة ما بين سعر، لا ده احنا سلعة موجودة اصبح عليها طلب ولا يجابها عرض، وبالتالي هو ده الطبيعي لأي حاجة في أي سوق حر، ارتفاع الأسعار بالمنظر ده. إنما إحنا بنحاول جاهدين في الشعب إن إحنا نوفي أو نشجع التجار أعضاء الشعب لأنها تغطي هذا الاحتياج الطلبات بحيث السعر ما يرتفعش قوي، أو إن إحنا نسعى نحو الاستيراد بحيث يتوازن العرض مع الطلب وبالتالي السعر يستقر. ده اللي احنا مسؤولين بيه او بنحاول نشوف اليات له نقدر نوازن الموجه دي ازاي. طيب قبل ما اختم حضرتك سؤال اخير، احنا بنتكلم عن زيادات متوقعه او استقرار، هل لو السوق شهد حالة من الاستقرار والمعروض بقى بشكل أكبر من الطلب، هل من الممكن أن يتراجع أسعار الذهب بدل ما هو ب 1800 يبقى أقل ينزل 1700 1600، ولا هيبقى استقرار فقط ومش انخفاض في الأسعار؟ ما هو ده هيتوقف على كمية المعروض. لو كمية المعروض توازنت مع الطلب هيزداد، هيبقى استقرار. إنما لو العرض زاد عن الطلب هنلاقي انخفاض، لانه هيبقى فيه معروض كتير وطلب قليل وبالتالي السعر هينخفض. المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكرا لك. الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بآخر أسعار الذهب وما يشهده سوق الذهب خلال الأيام الماضية والأيام المقبلة. بشكركم مرة تانية وإلى اللقاء.